طبعا شباب هسه وصلنا للمحلات نانا. طبعا اكو كل الماركات نايكي وفاصل واديداس وتومي وكلهم يعني. هسه نطب محل محل ونشوف لين اكو اليوم عروض كلش كبيره وجوز هم نشتري شغلات. خليكم ويانا شوفوا شباب هاي اكو لاين على نايكي بقى كل هذا اللاين. فاحنا ما راح ننتظر باللاين غير نروح لغير محل بير ما يفرغ. طبعا شباب كلش بارده كلش يعني درجه الحراره ناقص واحد اليوم. شوفوا ايدي شلون حمر. فحاول ما راح احاول ما اصور يعني برا لان كلش بارده بس الجو بالمحلات. شوفوا شباب هذا محل ملابس كلها قماصه شتويه. هاي قماصه هذني هنا خفاف وهذني شتي معلقات كلهن دخان يعني مال درجات الحراره العاليه واكو خصم 50%. طبعا ما اشترينا شيء من هذا المحل لان يعني شغلاته مو حلوه القماصه اللي واحنا ما انا ما احتاج خمسه الصراحه بس الشباب دي يشوفون. هسه راح نطب الاديداس اديداس فارق طبعا هنشوف. شوف شباب هذا الحذاء ب 74 دولار اديداس. هاي نعل وانتم بكرامه مال حمام. هذا بيش والله هذا ب 40 دولار نعال ب 40. هاي ناس شباب تشوفون احذية هذا المحل منهم. هاي الصراحة حلوة 50 دولار. هاي واحدة طبعا بس البجامة. هاي هنا تيشيرتات نشوف. هاي قمصرة حلوة. واو شباب اشتقيت تيشيرت مانشستر يونايتد مال هذا الموسم سعره 120 دولار بس ما لي عرض مع الأسف. عندكم هذا مال يوفنتوس هذا كلش حلو الصراحة بالحقيقة بس هذا هم 120. طبعا اعتقد كل الدراسات 120 دولار. هنا الاندية الباقية عندكم هنا بايرن ميونخ. انا عندي مثل هذا جبته من العراق بس طبعا مو اصلي. هاي ارسنال مال تدريب هذا ب 90. عندكم هذا ارسنال كلش حلو. هذا عندكم هذا ميامي ميسي بس اي والله مكتوب ميسي هذه. وهذا همين الاسود طبعا انا يعجبني الاسود بس هذا سعره 160 دولار ما ادري شو مشتري. هاي قام صالح همين مانشستر يونايتد هاي ب 110. طبعا شباب مثل ما شفتوا الاسعار مبالغ بها حيل يعني كله 100 وفوق وماكو سيل. السيل كلش ضعيف مع انه اكو يعني خصومات 50% على بعض الشغلات بس يعني شغلات زينه ما عليها عرض الصراحه. طبعا شباب لقيت شو اسمه بجايم ب 25 دولار عليها عرض. باو هاي اخذت لي هاي الصفطه كلهن هسه راح نلبسن ونشوف القياسات ونشتري. انا اخذت كل الالوان الصراحه بس نشوف لان الوحده شباب 60 دولار وصايره ب 25 دولار يعني عرض كلش ممتاز بس نقدر وشوفون اذا حلوات او لا. خليكم ويانا شوفوا شباب هاي هي كلش حلوه ومريحه ممكن راح اخذها. طبعا شباب اشتريت هذني اشتريت البجامة الحمراء والبجامة النيلية يعني
حلوة زينة. كنت اريد اسود بس ماكو اسود ماكو قياسي. طبعا هاي الاجواء شوية صار الجو احسن. طبعا هسه راح نفوت الهاية مال احذية نشوف شعتهم مالتهم. طبعا شباب هذا محل احذية وهذا ب 170 و 170 وكلهم همين 150 يعني مو ما عجبني انا الصراحه ولا اصلا ما دور هذا. طبعا شباب هسه احنا حاليا بقس وهذا عمار راح يجرب هذا الجاكيت. شوفوا هذا هو الجاكيت كلش حلو اكو ذنيج هم انا عجبني هذا الصراحه. يجي ردانه جلد ومن هنا هيك مثل الصوف وهيك فحلو. ها كانه سمو سمو. شوف شباب هاي الساعات. طبعا انا ولا واحدة عجبتني الصراحة مو حلوة بس يمكن هذيك حلوة هاي بالاخير هاي. خلي اشوفها بالله. طبعا شباب جربت هاي الساعة سعرها 112 دولار فما ادري الصراحة اخذها ولا لا افكر حاليا. هاي الاحزمة والنظارات وهاي الجنط للنسوان تكون هي حلوات الصراحة. شباب هاي شنو رايكم؟ Is it nice? No? Why? Yeah. Oh, you got the same thing? Yeah. Mine's better. Yeah. Huh? How did you? Both. Should I end it? شوفوا شباب طبعا هنا انا مسوين شجره مال عياد ميلاد. طبعا شباب هسه جينا لهاي الماركت بيع قواصل. Get in bro, what are you pushing? هسه نطب ونشوف شعتهم. How long is Ray gonna take with this? Shoot, I don't know bro. شوف شباب هاي فيستات وهاي قواصل. I don't know bro. هذي كان للنساء. شوفوا هاي شباب وهذاني ادريان دا يشتري هنا. هذا كلش حلو نو بروبلم. شوف شباب هاي ب 40 دولار. يو ذس وان از بريتي نايس. الشباب هسه قالوا لي اقل جاكيت هنا سعره 1000 دولار او 500 دولار يعني كلش غاليات بس يعني مرتبات حلوات. شوف شباب هسه حاليا قعدنا هنا منظر كلش حلو الصراحه. هاي الشجره هسه راح نطفد شويه اللاكوست ماركت التمساح. هسه نشوف الاجواء كلش حلوه طبعا بس شويه بارده. شوفوا الدخان ما ادري مبين بالكاميرا. شوفوا شباب هاي هنا مسوين مثل النار يعني مو حقيقيه بس هيك منظر صراحه حلو. شوفوا شباب هاي لقيت هذني واحد على 35 كلش حلوه. شوف شباب الازدحام كلش كبير بنايكي هواي اكو ناس. شوفوا اكو عروضات هواي. شوفوا البشر. شوف شارع شباب خرب من قد ما لبست هواي بس راح اخذ هذا الوردي والازرق. شباب شنو رايكم بهاي البيضين؟ صراحة حلوة هاي. وانا اقول حلوة. شباب هسه طلعنا من نايكي طبعا كلش ازدحام وكلش تعبنا. اشترينا هاي هذا نايكي. عمر هم اشترى وريان هم اشترى صديقي اشترى حذاء. فهسه جينا البومة هنشوف شنو بيه بس يعني انا اعتقد ما راح اشتري بعد لان اشتريت هواي. شوف شباب
هذا المحل هاي حلوة هاي هاي لحية هنا هذا بمية هذا ماني يعني حلوة شوف هاي القماصة مال فيراري ان فيراري هي الراعي الرسمي البوم وي 40% I don't know. شباب شوف هاي بي ام وبانشوتو هاي قام صار 40% يو هاي بوش ذاك هذا بي ام شوف شباب هاي الطاقية مال بي ام دبليو هذا مرسيدس كل شيء عندنا اليوم بي ام مرسيدس فيراري everything شوف هاي شوف هذا الاخضر this is an AMG let's leave this هذا كلش حلو هسه خلصنا من التسوق صراحة تعبنا هواي وباردة فحاليا راح نروح نرجع للجامعة نصلي وراح نروح للبيت حاليا وصلنا للجامعة وراحين نصلي بهذا المكان صلي صلاة الجمعة وراح نروح للبيت It's going to take half an hour of my time and it's going to really give me this insight about my life. هنا انا ورا الصلاة هذا طالب ويانا هو مو مسلم وهنا انا راح ينطق الشهادة ويصير مسلم ان محمدا رسول الله شوفوا الغابة شلون حلوة هاي يم المكان الصلينا بي طبعا هاي بالصيف فشي ثاني والمنظر يصير كلش حلو اتمنى الفيديو يكون اعجبكم لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب ومع السلامة اشوفكم بالبلوغات الجاية